القادمة السنغال وهولندا. نفتح الحديث بمباراة هولندا مع لويس فنجال ونشوف هيقول ايه ثم بعد كده اليوسوسي. هذه هي المباراة التي تضع سياق استمرار البطولة. السنغال بطبيعة الحال بطل إفريقي، وبالتالي لحد الآن نحن نتحدث عن أي منافس، ومنافس فريد وصعب. نحن نحظى بخدمات اللاعب ماسن ديلفاس، وبالتالي فنحن سعداء أن من لن يكون هناك يلعب ضدنا. نحن ننظر كيف يتصرف منافسنا، هذه طريقة عملي، ونحلل طريقة لعب المنافس ثم أختار التشكيلة الأنسب لمواجهة هذا المنافس، لأن هذا هو ما سوف يدر علينا النتائج الرائعة التي نبحث عنها. أنا أؤمن بهذا الفريق، وبالتالي في 2014 حصلنا على المرتبة الثالثة، وكانت جودة أقل لهذه المجموعة، ولكن بهذا الفريق أنا أنتظر نتائج أفضل، ولكن كل شيء نسبي، لأن الأمور تتعلق ليس فقط بالمهارات الفنية والتكتيكية، ولكن الحظ كذلك، أن تسجل في الوقت المناسب أو الفريق المنافس لا يحالفه الحظ في التسجيل. أنا أعتقد أننا يمكننا أن نكون أبطال عالم. أنا سعيد جدا ومتحفز لمباراة الغد، أول مباراة ناخذ في هذا كأس العالم هذا، ونحن متطلعين لهذه المباراة. لقد تدربنا بشكل جيد عديد من حصص التدريب، ونحن بالتالي متطلعين لهذه المباراة. نعم، تحدثت معه في صبيحة الغد، ووددت أن أتطمئن على صحته، لأن كان هناك شائعات كثيرة بهذا الصدد. بطبيعة الحال كصديق وددت فقط أن أسأل عن حالته، ولكن مع للأسف توصل بأسوأ المعلومات، ولكن كان لا زال هناك بعض الأمل، بسيط من الأمل، ولكن مع الأسف لم يستطع الالتحاق للعب في هذا كأس العالم هذا. وهذا شيء محسن، لأنه هو يعمل جاهدا، وهذا شيء مهم بالنسبة له المشاركة مع منتخب السنغال، وكان هذا الأمر من أهمية بمكان خلال السنوات الأخيرة. نعم، هذا أمر صعب طبيعة الحال، سوف نفتقده بشكل كبير، ويفتقدونه في منتخب السنغال، وكما قال مدربنا قبل ذلك، ونتمنى أن هذا سوف يفيدنا ولو شيئا قليلا من هذا الغياب. هذه المباراة كما تعلمون هو هذه بداية المنافسة بالنسبة لنا، وبالتالي فهو مهم جدا بالنسبة لنا لكي ندخل في هذه المنافسة بأفضل طريقة ممكنة، وأن نشرف منتخبنا بنتائج جيدة التي سوف تضعنا على المضمار الصحيح في هذه المنافسة. أنا متألم لهذا اللاعب لسيرجيو ماني فيما وراء مشاركته في المنتخب الوطني، ولكن صحته هي الأهم. نعم، نحن لا نخفي أهمية هذا اللاعب ساديو ماني لمنتخب الوطني السنغال على غرار كل المدربين. عندما يشكل مدرب منتخب حول أفضل لاعبيه، نحن نتمنى له التعافي وأن يرجع في أفضل الظروف لكي يستمر القيام بعمله على أفضل وجه. ولكن نحن مجموعة ونحن فريق، هناك لاعبون مخضرمون، لاعبون شباب مستعدون لمواجهة أي تحدي. أعتقد أن مجموعتنا موجودة وحاضرة. نعم، لقد لعبنا مباريات دون ساديو ماني، رغم أن هذه مباريات لم تكن في مستوى المباراة التي سوف نخوضها ضد هولندا، ولكن أعتقد على كل حال أن لاعبينا مستعدين.
كما قلت سابقا، المباراة الأولى في بطولة كهذه وبهذا المستوى مهم جدا، وبالتالي يعود إلينا الأمر لكي نواجه بأسرع طريقة مشكلة فريق بقوة هولندا وتجربة 2018 وكذلك بطولات أفريقية المختلفة ووضعنا كبطل أفريقيا يعطينا ثقة ويدفع بنا قدما، وبالتالي نحن على ثقة. نعم، نود أن نبدأ بطريقة صحيحة هذه المنافسة ونحاول أن نحصل على نتائج إيجابية لكي نمضي قدما في هذه المنافسة. نود القيام بما يجب القيام به رغم غيابه، وبالتالي علينا أن نقدم كل ما نستطيع وأن نعول على العمل الجماعي، لأنه بهذه الطريقة سوف نحقق النتائج المنشودة. الأجواء النفسية في الفريق، نعم بطبيعة الحال كان أمر مؤسفا كما قلت قبل ذلك، هو قائدنا الفني ووددنا لو كان معنا هو الآن، ولكن الأقدار قررت غير ذلك، ولكن المناخ لم يتغير في صفوفنا. نحن مجموعة ونعيش هذا الحدث بتضامن. هو هي خسارة بطبيعة الحال لمنتخبنا، ولكن على كل حال أعتقد أننا مستمرين على هذه الحال التي نحن عليها بتضامننا ويدعم بعضنا البعض. أعتقد أن الطريقة الوحيدة التي